الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المدينة الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، من مدينة البترول مدينة البصرة الفيحاء، اليوم جينا نسجل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، كما تشاهدون خلفي هذا الحي الفقير، الحي التعبان اللي يعيش في هذه المحافظة التي تطفو على الغاز والبترول والمواني والنخيل، كل الثروات موجودة وهي منبع الاقتصاد للعراق، لكن بنفس الوقت مدينة فقيرة بائسة. يعني 50% من أبناء محافظة البصرة يعيشون تحت خط الفقر، وعلى سبيل المثال هذا الحي الفقير اللي تعبان اللي يفتقر أبسط المقومات الأساسية للحياة مثل البيئة البائسة، السكن التعبان، الخدمات اللي تعبانة بهذه المحافظة، يعني المي اللي شاهد اللي يشربوه هاي الأنابيب وين نازل بهذا المي مع المياه الآسنة المياه الثقيلة. فاليوم اجينا راح نجمع من هذا الحي عدد كبير من المرضى وخاصة العوائل الفقيرة اللي تعيش تحت خط الفقر، راح ناخذهم في باصات إلى حسينية وراح نقدم لهم العون والمساعدة. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون برعاية الحجية الطيبة، الحجية التي دائما لا تنسى المساكين والأيتام والفقراء والمرضى، الحاجة محيدر من محافظة الديوانية، وكذلك أخونا الطيب الأخ السيد أبو حيدر الصقر من إديالة. فإذن أعزائي المشاهدين راح نتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة، وراح نذهب إلى حسينية القائم إن شاء الله، وراح نقدم العون ومساعدة العوائل اللي راح نجمعهم من هذا الحي. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم.
أعزائي المشاهدين، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد دخلنا إلى حسينية قائمة لمحمد في منطقة الجمعيات اللي فتحت أبوابها لاستقبال العوائل الكريمة. تشاهدون الآن معنا عدد كبير من الحي اللي شفتوه، أغلبهم من الناس التعبانة، من المرضى، من الناس المعاقين. طبعا أنتم تعرفون المعاق والمريض إيش قد يحتاج إلى مبالغ مالية، احتياجات خاصة، وخاصة المرضى. إحنا نعيش بظروف صعبة طبعا بالبلد، لأن الوضع الصحي بالعراق وضع متدهور باحتراف الحكومة العراقية. طبعا صح إحنا عندنا مستشفيات، عندنا دوائر صحية، لكن فقط جدران. يعني تروح للطبيب لازم تخسر أنت إذا راجعت في عيادة تخسر أكثر من 300 إلى 400 دولار، وفي العاصمة العراقية بغداد أكثر من هذا المبلغ، لأن هناك تحالف بين الطبيب وتحالف مع الصيدلي. طبعا تعرفون الطبيب الإجور العيادة على الصيدلي، ومثل ما تعرفون البيع حسب سعر أبو الصيدلية، يعني ما يخضع التسعيرة الدولة. أما اليوم إحنا بالبصرة، هاي البصرة مثل ما قلنا هي أم النخل، أم البترول، أم المواني، أم يا شط العرب، والرئة الاقتصادية اللي يتنفس منها العراق بنفطها. يعني العراق عايش على ثروات البصرة، لكن بنفس الوقت هم محرومين من هاي الثروات، وأغلبهم هسه راح يشاهدونهم وتسمعون ويلاتهم ومعاناتهم اللي عايشيها. أغلب الناس اليوم الموجودة معاي هم من الأمراض السرطانية بسبب الدخان والغازات اللي تنبعث عليهم من احتراق النفط الموجودين به، لكن عندهم النفط بالبصرة لا لون ولا طعم ولا رائحة، يعني ما مشتمين منه ولا ماكلين منه ولا شايفينه. إن شاء الله ببركة دعائهم، إن شاء الله بتعجيل ظهور صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى أن يفرج على أهل البصرة ويفرج على العراق وكذلك على الأمة الإسلامية جمعاء. فإذا اليوم ببركة الناس الطيبة، الناس المؤمنة، اليوم جينا نسعدهم ونقدم لهم العون والمساعدة، اللي يشتري علاج واللي يراجع طبيب، وأيضا اللي يروح يكشف عن نفسه إن شاء الله يروح وصحة وسلامة إليه. حلقتنا برعاية الحجية الطيبة أم حيدر من العراق الديوانية، الله يحفظها والله يخليها إن شاء الله ذخر للناس المحتاجة، وكذلك دعاكم لأخوكم أبو حيدر الصقر، الإنسان الطيب الذي دائما يسعى ويقدم عمل الخير إلى الناس المحتاجة. إذن أعزائي المشاهدين، سوف أتواصل معكم وبرنامج قلوب الرحيمة، لكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وراح نتواصل مع الناس، مع الناس المحتاجة، فنشوف ظروفهم بهاي الظروف الصعبة. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام والرحمة. شلونك؟ أشكركم على القناة هاي. علاوي. علاوي الورى، شلونك عم علاوي؟ حياك الله أستاذ. حياك الله علاوي، حتى النطق ماله. إي شو شله رباعي مأثر علي. مسكين. إيش قد عمره علاوي؟ 15 سنة. 15 سنة. علاوي أنت بالمدرسة ولا لا؟ إي ثالث متوسط. عافية سبب. تروح بالهذا الويلشير مالك؟ إيه. ومن يدفعك؟ من يوديك؟ أنا أودي وأنا أجيبه. أبو علي شنو معاناتك وأنت؟ والأم تعبانة والله، لا راتب لا شو اسمه، ويحتاجون قالوا بالهند، بس شوي الظروف صعبة والمبالغ يردونها ضخمة بالهند، وش تعرف الحالة تعبانة. قاعدين بحواسي والأمور تعبانة وبإيجار قاعدين، والحمد لله والشكر. تحتاج مساعدة من الطيبين؟ أي والله، من الناس الشرفاء الطيبين. أعزائي المشاهدين، أخوكم أبو علي مثل ما شاهدون علاوي البطل، علاوي أيضا مواصل دراسته، مواصل التعلم ماله، لكن بحاجة إلى من يقف معه في هذه الظروف الصعبة. طبعا يحتاج إلى عملية خارج البلد، فاللي يحب يساعد علاوي يتصل علينا على الأرقام اللي راح تظهر في نهاية الحلقة. سريع أبو علي. أشكرك، الله وديك، الله يعزك.
السلام عليكم حجي، شلونك حجي؟ الله يحفظك استاذ. ابو نعمي. انا ابو علي. ابو علي والنعم. ابو علي شلون احوالك ظروفك؟ والله انا ظروفي تعبانه، لا عندي بيت ولا عندي شيء ولا عندي راتب. الله محمد وعلي شاهد علي. انا استاذ انت شنو؟ انا طحت من 2017 بالسكر. وهذا رجلي كان الماكولات كلش طلع لهن لحم هنا، وبقت هاي وهاي ما يطيبن من السكر استاذ، وبقت من ذاك الوقت هالوقت بعد ما اقدر. ما تقدر تعالج؟ اي ولا اقدر. شو تشوف العلاج غالي ولا رخيص؟ لا استاذ العلاج غالي، كل ما اروح 300 او ازيد او هاي، يعني يعطيك شيت يعني انت بعد تركت العلاج يعني ما عندك فلوس؟ صحيح ما عندي فلوس والله. الله يكون بان. اعزائي المشاهدين، اخوكم ابو علي مثل ما حكى حالته، رجلي تعبانه وايضا ماكولات لان عنده داء السكري، فبحاجه الى علاج. اللي يحب يساعده يتصل علينا ان شاء الله، واحنا ممنونين للناس الطيبه اللي تقف دائما مع الفقير. أعزائي المشاهدين، طبعا احنا متواصلين وياكم، والان معنا اخونا الطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يديمك. الله ابو سجاد. ابو سجاد حيا الله. ابو سجاد اشوف رجلك مفتوره. اي والله مفتوره، بترد وسكر واريد لي طرف من رجل امشي بيه ما اقدر. اي لا انت كم طفل عندك؟ عندي 8. ايوه. شلون معيشهم؟ انت معاق؟ بيتي تعبان، ما عندي انا بيت، ما عندي بيت، واريد لي حتى اكازات ما اقدر اشتري. تشوف وحده زرقاء وحده خضراء. اي اريد لطرف والله بالكتاب. اعزائي المشاهدين، ايش قد يكلف ابو سجاد؟ قالوا بربي للطرف يكلف بال ما ادري 50 ورقه 60 ورقه طرف. هذا بربيل كامل يعني؟ نعم كامل. كهربائي ولا شنو؟ متحرك يسمونه. اعزائي المشاهدين، اخوكم ابو سجاد عائلته 10 نفرات، هو واولاده واولاد صغار ورجل معاق وقاعد ايجار وبيت تعبان، بحاجه الى طرف يعني رجل ثانية، لكن هاي الرجل الثانية تكلف 5000 دولار أو 6000 دولار وبأربيل. إن شاء الله الناس الطيبة اللي يسمع أبو سجاد يتصل علينا إن شاء الله، ونقوم له بالواجب إن شاء الله حتى يمشي ويقدر يعين أولاده وعائلته. إن شاء الله نتمنى لك الخير والتوفيق. جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة. مثل ما شاهدون الآن معي الحجي، حتى كاتبين اسمه على الظروف، حجي ناجي خلف. فهو الرجال ما يحكي ما يسمع، الله يكون بعونه، وأشوف يتنفس من رقبته، مسوي له فتحة يا سبحان الله. الله يكون بعونك حجي. شلونك أمي؟ بعد روحي يعطيك العافية، يستر عليك. حجي خيره؟ حجي مريض، تشوف حاله، سووا لها عملية بحنجرته وردنا وطاح وتكسر، وهاي الحوض ما عاد يقوم لها، بس انا ما حد عنده معي، بس انا معي. اي والله الحج من زمان يعني، بعدين تمرض وصار 22 سنه هاي، يعني كان يعمل ما بيشي. اي كان يعمل وهاي، بس هو هسه طاح ونوس انكسر، ضلينا يعني هم انكسر هم انكسر الحوض مال. ايوه وقاعد. تحتاجين امي من الناس الطيبه؟ بعد انتم تساعدونا، تساعدونا بعد يمكم ظلت. هو علاج دويات ياخذ دواء، سلامات دواء، ما يقدر ينام، مكسوره رجله. وانت ما حد عندك لا معين ولا؟ ودا عندكم روح الحسين وهاي الحسيني. اي والله ما عندنا احد. اعزائي المشاهدين، اللي يحب يساعد حجي ناجي الرجل المسكين اللي يشوفون فتحه ببلعومه يتنفس منها، ان شاء الله الله يعطيكم الخير والصحه والتوفيق. ان شاء الله يحب يساعده يوقف وياه، علاج الرجال يريد.
السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ ايش قد عمر هذا، ابنك ولا ابني؟ لا ولد، عمره ولد. شهرين. عمره شهرين، ايش بيه؟ طلعت عندنا ورمه بقلبه، قالوا عمليه. بعد ما شاف شيء من البلد حتى طلعت يعني بعد صغير. هو من الولاده. مسكين. من جبته يعني بيه. منو شخص؟ شخصوه له يعني بالبصره ولا وين؟ اي دكتور بالبصره شخصها له وقال عمليه يسوي. يعني عمره شهرين سوى له عمليه؟ اي. زين، ليش ما سويت العمليه؟ ما لان تكاليف يعني هواي، يعني فلوس يعني بالملايين فلوسهم يردون. غير قولي لنا ايش قد حتى المتبرع من يسمع يقول يا يقدر يساعد او اثنين ثلاثه مو؟ اي صحيح، يعني تكلف هيك بالمليونين ثلاثه. الله كريم. شو اسمه هو؟ مرتجى. اعزائي المشاهدين، مرتجى طفل صغير عمره شهرين، لكن اجى للدنيا وبورمه بقلبه، وجا للعراق. هو العراق هسه الكبار كلهم مرمى قلوبهم. من مين؟ من الضيم والقهر اللي يسود هذا البلد، او يسمعون بالملايين اللي تنسرق من البلد، فيظل هذا على مليونين. يعني بالمستشفيات ما يسوون عمليه الا بالخاص، والخاص الناس كلها ما عندها. شفتوا حج ناجي من نام يتنفس منه من بلعومه. فاللي يحب يساعد هذا الطفل وينقذ حياته يتصل علينا على ارقام مليونين دينار، يعني 2000 دولار كلش كافي عليهم ان شاء الله، ونتمنى لكم الخير ان شاء الله. صحه وسلامه. رحمه الله. أعزائي المشاهدين، سوف أقوم بتوزيع المبالغ المالية على العوائل المتواجدة معنا اليوم من معاقين ومن مرضى. طبعا الله إن شاء الله يعطيهم الصحة والخير والتوفيق إن شاء الله. والكل اليوم يندعي للناس الطيبة أمثال الحجية أم حيدر من الديوانية، وأخوكم أبو حيدر الصقر من ديالة، تدعو لهم بالخير والصحة والتوفيق، وكذلك قراءة سورة الفاتحة بثواب أمواتهم. كونوا معنا، هو برنامج القلوب الرحيم. نشكر كل من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق، ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها 40,000 إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل. معاناة وألم ومرض، فمن يتكفل بعلاجهم؟ ومن يقطع ألمهم؟ ومن يعيد لهم الحياة؟
أعزائي المشاهدين، شاهدتوا الحالات اللي ناشدنا بيها الناس الطيبة. نتمنى إن شاء الله توقفون وياهم وتمدون مد أياديكم الكريمة حتى يتمكنوا من مراجعة أطباء أو إجراء عمليات. طبعا أغلب الناس المتواجدة معنا هم بحاجة ماسة إلى من يقف معهم في هذه الظروف الصعبة، والوضع الصحي تعبان جدا بالعراق، فنتمنى من الناس الطيبة الوقوف مع الحالات المرضية. احنا قلنا اليوم ويانا أزيد من 90 حالة، الحالات كلهم طبعا مرضى، بس احنا ما ناخذ الكل يتحدث عن معاناتهم، هم ظروفهم صعبة وكلهم بحاجة إلى شراء علاج أو مراجعة أطباء. اليوم بجهود الناس الطيبة شكرنا وتقديرنا لأم حيدر من الديوانية والأخ أبو حيدر الصقر من ديالة، الله يوفقهم العمل الخير ونتمنى لهم الخير والصحة والتوفيق، والله يزيد خيرهم لما بذلوه على طيلة هاي الفترة لمعاونة الناس المرضى والمحتاجين. شكرنا وتقديرنا إلى كل من وقف معنا في برنامج القلوب الرحيمة، وكذلك شكرنا وتقديرنا إلى الأخ أبو عبد الله اللي فتح أبواب هذه الحسينية المباركة لاستقبال العوائل في محافظة البصرة، ونتمنى لهم الخير والتوفيق والله يوفقهم إن شاء الله، ودعواتنا للجميع بالصحة والخير والعافية. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة يمد دائما ويتمنى بأن تقفوا معه في برامجه الخيرية لكي نستطيع أن نقدم الأكثر والأكثر للحالات المرضية وكذلك الناس المحتاجة في هذه الظروف الصعبة. الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة، هذه الأرقام فقط مخصصة للتبرعات، اللي يحب يتبرع أو يتبرع إلى حالة من الحالات اللي شفتوها الآن في هذه الحلقة أو الحالات الحلقات السابقة، يتصل على الأرقام اللي ظهرت الآن على الشاشة، ونحن سعداء من الناس الطيبة الذين دائما يقفون ودائما يضعوا أياديهم المعطاة بيد المحتاجين. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. ويحتاجون قالوا بالهند، بس شوي الظروف صعبة والمبالغ غير دون ضخمة. والله أنا ظروفي تعبانة، لا عندي بيت ولا عندي شيء ولا عندي راتب، الله محمد وعلي شاهد علي. أنا أستاذ العلاج غالي، كل ما أروح 300 أو أزيد أو هاي، يعني يعطيك شيت يعني أنت بعد تركت العلاج يعني ما عندك؟ صحيح، ما عندي فلوس والله. حجي مريض، فتشوا بحاله، سوى لها عملية بحنجرته وردنا وطاح وتكسر، وهذا الحوض ما عاد يقوم لها، بس أنا ما حد عنده معي، بس أنا معي. أيوة الحج من زمان، يعني بعدين تمرض وصار 22 سنة هاي، طلعت عنده ورمة بقلبه، قالوا عملية. قصة الألم ترجمتها معاناتهم وقرأتها دموعهم وعايشوها لحظة بلحظة، فكانوا معها كما الظل يرافق الصاحبة. معاناة وألم وحرمان وجوع وفقر، ساهموا معنا في إعادة البسمة لهؤلاء. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي.